أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، وحياكم الله معنا اليوم وكل يوم عبر قناة الشرقية من كلباء، وتحديدا من برنامجكم المسائي اليومي حديث المساء. نطل معكم وبكم يوميا من خلال هذا البرنامج بعناوين جديدة ومتجددة، وأيضا ضيوف أكارم يرافقنا كل مساء. إذا مشاهدين نبدأ هذا المساء بأهم العناوين. انطلاق مهرجان الحمرية الافتراضي التاسع للطفل. المقتنيات الأثرية ذكريات أهالي المنطقة الشرقية. النشاط البدني للطفل وأهميته. إذن مشاهدينا هذه أهم العناوين لهذا المساء، وأكيد هناك عناوين أخرى متنوعة سوف ترافقنا في هذا المساء وسوف نستعرضها بإذن الله من خلال الدقائق القادمة. إذن مشاهدينا نبتدأ جولتنا الإخبارية من حديث المساء لهذا المساء، ونبدأها بأول خبر: سحب شريك تقني لإدارة الوثائق الإلكترونية لدوائر الشارقة. أعلنت شركة سحاب للحلول الذكية توليها مهمة الإشراف والتطوير في مشروع دليل إدارة الوثائق الإلكترونية للدوائر الحكومية في الشارقة، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الإمارة، وأطلقته هيئة الشارقة للوثائق والإرشيف بهدف تقديم مجموعة من الإرشادات تتعلق بكيفية إدارة الوثائق الإلكترونية الحكومية وآلية أرشفتها. جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية تعاون تنص على تأسيس نظام إلكتروني متكامل يساعد في عملية إدارة التوثيق في جميع مراحلها، وستعمل سحاب على تقديم حلول رقمية مبتكرة لتعزيز ممارسات أرشفة وتوثيق البيانات والملفات إلكترونيا. إذن مشاهدينا أيضا دائما الأرشفة والتوثيق هي مهمة بالنسبة للدوائر الحكومية والمؤسسات والجهات، أيضا تعمل على سهولة الوصول للمستندات وأيضا تنظيمها ووضع نظام خاص بالمستندات وأرشفتها أيضا. إذن مشاهدينا ننتقل إلى الخبر التالي: مجمع الابتكار يطلق شبكة الشارقة للمستثمرين الملائكة. أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار شبكة الشارقة للمستثمرين الملائكة، أو ما يعرف بالاستثمار الملائكي، تهدف إلى دعم الشركات الناشئة الابتكارية ورواد الأعمال. ويأتي هذا الإطلاق ضمن منظومة متكاملة تعمل عليها دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كموجهة عالمية للابتكار، ومن شأن هذه المبادرة المساهمة في أن يصبح الاقتصاد الإماراتي مختبرا عالميا مفتوحا لتجريب المفاهيم الجديدة لتكنولوجيا المستقبل المتقدمة، ومنصة عالمية للابتكار وريادة الأعمال، ما يسهم في تطوير صناعات وقطاعات جديدة تكون أو تكون الدولة بها سباقة في تطويرها أو تبنيها عالميا. إذن مشاهدين أيضا من هذا الخبر ننتقل إلى خبر آخر: الشارقة للدفاع عن النفس يفوز بالمركز الأول ببطولة الأردن للكاتا. حصد لاعبون نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في رياضة الكاراتيه كأس المركز الأول في بطولة الأردن للكاتا التي أقيمت افتراضيا بمشاركة 46 ناديا من 11 دولة وبواقع 186 لاعبا ولاعبة. وأحرز النادي 4 ميداليات ذهبية، 6 فضيات و5 برونزيات في إنجاز جديد للرياضة الإماراتية، وفي إضافة مهمة للنادي وهو الإنجاز الثاني له في الموسم الحالي بعد الفوز بكأس بطولة الجراند بريكس جورجيا لعام 2020. وأكد سعادة أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أن الفوز بهذا العدد من الميداليات يعكس النجاح الحقيقي لبرامج التدريب عن بعد، وما أسفر عنه من نجاحات ترتقي لتكون إنجازات مميزة وتعكس الالتزام العالي لجميع الرياضيين. إذن مشاهدينا أيضا هذا استحقاق لهذه الرياضة وخصوصا لنادي الشارقة رياضات الدفاع عن النفس، وأيضا يعكس كما ذكر في الخبر الالتزام من الرياضيين أو العالم الرياضي في أيضا هذه الاحترازات التي يمر فيها العالم. إذن مشاهدينا أيضا إلى خبرنا التالي: نماء تطلق حملة أثينا 40 بمشاركة قيادات عالمية.
أطلقت مؤسسة نما للارتقاء بالمرأة بالشراكة مع المؤسسة العالمية منتدى المفكرين العالميين التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها حملة بعنوان أثينا 40 تتضمن سلسلة من المدونات الصوتية البودكاست ومقاطع الفيديو القصيرة لشخصيات قيادية نسائية تركزت على مخاطبة النساء وذلك بهدف تفعيل دورهن في تحفيز المجتمعات واستعادة طاقتها الإنتاجية. وتأتي الحملة في إطار برنامج أثينا التوجيهي الذي أطلقته نما عام 2018 بالتعاون مع منتدى المفكرين العالميين بهدف تمكين 100 امرأة من المنطقة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2020. إذن مشاهدينا أيضا استحقاق للمرأة الإماراتية، وكما عهدنا أيضا مؤسسة نما لارتقاء بالمرأة دائما داعمة للمرأة في جميع الأصعدة، وأيضا دفع المرأة للمشاركة في أيضا الفعاليات العالمية، وهي ما أيضا تستحقه المرأة الإماراتية بأن أيضا تفرض إنجازاتها على الصعيد العالمي. إذن مشاهدينا بعد ما تعرفنا على أخبارنا لهذا المساء نترككم أيضا مع لقطات وأجواء جميلة من بحيرة مدينة كلبا درة الشرق، ولن عودة. إذن تابعنا معكم مشاهدينا الكرام هذه اللقطات لأجواء مدينة كلبا الجميلة، وكما نعلم أن المنطقة الشرقية بشكل عام تحتوي على مناطق جدا جميلة ورائعة تتسم بالهدوء والجو النقي وأيضا السياحة الجميلة. إذن مشاهدينا من هذه الأجواء ننتقل إلى موضوع أمسيتنا لهذا المساء، فنتحدث من أين يأتي الفرح؟ فهل ينبع الفرح من داخلنا أيا كانت الظروف المحيطة بنا، سواء كانت تلك الظروف تقود إلى الفرح أو تقود إلى عكسه تماما؟ أما أن الفرح مرتبط بما يحدث حولنا، فهل يمكن أن يفرح الإنسان منفردا أم أن الفرح سلوك إنساني جماعي فيعلو وينخفض ويزيد وينقص بحسب الظروف وأمزجة البشر؟ كان موضوع الفرح بكل ما يحمله من أسئلة ودلالات موضوع حديث طويل وشائق، وحين قال أحدهم إن فرح الإنسان يأتي من داخله دون حاجة للخارج، ولكن الفرح لا يأتي من الداخل، هو ليس مثل القناعة أو مثل الإيمان، الفرح ليس قيمة أخلاقية، إنما أنه سلوك إنساني له علاقة مباشرة بما يحدث حولنا، ومسؤوليتنا الأولى في الفرح هي مدى رغبتنا أو استعدادنا له أو للفرح بشكل عام، لأنك ما لم تكن مستعدا أو راغبا في البهجة فإنها لن تخترق قلبا يعلوه ضباب النكد. إن الفرح مشاهدينا لا ينبع من داخل الإنسان وحده، لأن ببساطة شعور تشاركي يحتاج إقامة طقوس مشتركة بين الناس، فهم يستمتعون بالطعام لأنهم يتشاركونه، وبالسفر والمشي معا، وبشرب الشاي أو القهوة لأنهم يجتمعون معا، ليس لأجل القهوة أو الشاي ولكن من أجل المتعة ومتعة اللقاء وما يتركه في دواخلهم من شعور بالبهجة والفرح والراحة. إذن مشاهدينا لا يمكن أن يمارس الإنسان فرحا غامرا وبهجة ظاهرة وهو يعيش وحده أو يسافر منفردا ويسكن أكثر القصور فخامة،
لأن الإنسان كما قال ابن خلدون منذ قرون كائن اجتماعي بالفطرة، ولذلك يتأثر استعداده للسعادة بما يحدث في الخارج، سواء كان هذا الخارج محيط العائلة أو الأصدقاء أو حتى محيط العام. إذن مشاهدينا، عيشوا هذه السعادة بكل مجالاتها، فإن كل دقيقة تذهب من حياة الإنسان لن تعود مرة أخرى، لذلك عيشوها بسعادة. إذن مشاهدينا، من موضوع أمسيتنا لهذا المساء ننتقل أيضا إلى الماضي القديم، حيث تعتبر المقتنيات القديمة موروث متصل بالماضي العريق الذي عاشه أبناءنا، وله العديد من الذكريات المترسخة لدى الجميع. تفاصيل أكثر مشاهدينا في التقرير التالي. من ليس له ماض ليس له حاضر، مقولة خالدة وحكيمة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، أثرت في الكثير منا ومثلا يحث على المحافظة على الموروث التراثي والشعبي واقتناء الكنوز التراثية والتاريخية والحرص على توارثها ونقلها للأجيال القادمة. وتطبيقا لهذه المقولة من مبدأ الاعتزاز بها، يتنافس أهالي المنطقة الشرقية على اقتناء القطع الأثرية الثمينة والتراثية عبر زياراتهم وجولاتهم في مختلف مناطق الإمارات ووضعها في متاحف خاصة بهم في منازلهم لتعريف الأجيال القادمة على تاريخ أجدادهم وماضيهم. وهذا العمل النبيل يستحق التقدير والتشجيع، لأن هذه الجهود تظل بلا فائدة دون الترويج لها والاستفادة منها كمرجع تراثي. تاريخ الإمارات مهم جدا وأساسي في بناء وطن متماسك بعاداته وتقاليده، وهو رمز يعزز الهوية الإماراتية. وعند الحفاظ وصون تاريخ الأجداد يستمد أثره الواضح حتى يومنا هذا، لذلك نجد الكم الهائل من الكنوز التراثية المنتشرة في كافة أنحاء الدولة، ويجب بدورنا كمواطنين وأفراد في هذا المجتمع أن نثمن المجهود الفردي لحفظ التراث النابع من حب التراث والحرص على توارثه وتعليمه للأجيال القادمة. إذن مشاهدينا، مستمرين معكم في هذا المساء ومن زمن الآباء والأجداد، مستمرين أيضا في أمسيتنا عبر هذه التغطية المباشرة. إذن مشاهدينا، في إطار حرص دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة على إسعاد الأفراد والأسر واستثمار أوقاتهم في برامج وفعاليات ومشاركات تعكس الطابع الاجتماعي، انطلقت فعالية النسخة 9 من مهرجان الحمرية للطفل الافتراضي، وذلك عبر البرنامج الافتراضي زوم. ويتخلى المهرجان العديد من الورش والبرامج والفقرات والمسابقات اليومية المتنوعة سنتعرف عليها مشاهدينا من خلال ضيفتنا في عبر برامج التواصل الاجتماعي، وهي الأستاذة مريم الحوسني. أستاذة مريم، مساك الله بالخير. مساء النور والسرور، يعطيكم العافية، شكرا على هاي الاستضافة. شكرا لك أنت أيضا أستاذة مريم، كونكم أيضا مشغولين بهذا البرنامج وبهذا المهرجان، فأتوقع أن وقتكم مزحوم من خلال يمكن هذه المنصات اللي تشاركون فيها الأطفال هذه البرامج والورش، فاليوم أيضا هذه فرصة تكوني معنا في هذا المساء ونأخذ منك بعض التفاصيل. إن شاء الله، حياكم الله. طبعا هذا المهرجان أستاذة مريم يأتي في نسخته 9، والذي يخدم بالتأكيد العديد من الأهداف التي تعكس استراتيجية الدائرة
في سبيل تعزيز الروابط الاجتماعية. حكينا عن هذه الأهداف أستاذة مريم. في البداية مهرجان الحمرية بنسخته التاسعة يطلع على أطفال مدينة الحمرية والمدن المجاورة في كل عام، هذه نحن في النسخة التاسعة. طبعا نظرا للظروف اللي نعيشها حاليا وحفاظا على سلامة الأطفال، حبينا نحن ما نوقف بالمهرجان ونكمل معاهم حتى لو كنا افتراضيا. المهرجان هو أحد أسباب سد أوقات فراغ الأطفال بما ينفعهم ويفيدهم خلال العطلة الشتوية، وطبعا لتنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال الورش والبرامج اللي يتم تقديمها. جميل، طبعا هذه النسخة أتت عبر برامج التواصل الاجتماعي اللي هي منصة زوم، أتوقع حتى يكون في هناك احترازات ووقاية بالنسبة للأطفال، بحيث أيضا تضمنون سلامة الأطفال وتوصيل أيضا الأهداف المرجوة من هذا المهرجان، فكيف كان أيضا تجاوب الأطفال عبر هذه المنصات أستاذة مريم؟ التواصل من قبل الأطفال جدا جميل. طبعا مثل ما تعرفون أن عام 2020 سنة التواصل عبر تطبيقات البث عن بعد زوم، ما شاء الله الأطفال صار عندهم دراية وخلفية كافية على طريقة استخدام البرامج هذه. وأشطر عنا بعد أستاذة مريم، أشطر عنا فعلا، نتعلم منهم صراحة. صحيح، صراحة تجاوب جدا جميل منهم، ساعات حتى يعلمونا يقولون في كذا غلط سووا كذا، ما شاء الله عليهم عندهم خبره واسعه في هاي الامور. نعم، التجاوب جدا جميل والتجربه جدا ناجحه. بالنسبه للبرامج استاذه مريم والانشطه والفعاليات اللي قدمتوها من خلال هذا المهرجان، وتحديدا المهرجان مستمر حتى نهايه هذا الاسبوع تقريبا يوم الاربعاء، سوف يكون اليوم الختامي يعني لهذا المهرجان. بالنسبه للفعاليات الانشطه المقدمه في هذا المهرجان استاذه مريم. طبعا منذ انطلاقنا بتاريخ 20 ديسمبر ومستمرين لغاية 30 ديسمبر، قدمنا العديد من البرامج والورش التثقيفية والتوعوية وبرامج التكنولوجيا وبرامج الطبخ. البرامج هاي طبعا كلها كانت بالتعاون مع مجموعة من منفذي البرامج ذات الخبرة والكفاءة العالية، أيضا بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة مثل سجايا فتيات الشارقة ومؤسسة فن للفن الإعلامي الهادف ومجلس الشارقة للتعليم والعديد من المؤسسات. التفاعل كان معهم جدا جميل والتجاوب من خلال تقديمهم للعديد من البرامج، بالإضافة إلى إدارة التثقيف الصحي من مجلس الأعلى لشؤون الأسرة. جميل، يعني بالنسبة للمشاركين معكم أستاذة مريم كما ذكرت الجهات سجايا فتيات الشارقة وأيضا مجلس التعليم مجلس الشارقة للتعليم الخاص ممكن، فيعني هذه الجهات المشاركة معكم أتوقع في هناك فئات عمرية معينة مستهدفة من خلال هذا المهرجان أستاذة مريم، شو هذه الفئات العمرية تحديدا؟ الفئات العمرية طبعا احنا نستضيف من 5 سنوات لغاية 12 سنة، بس والله اكتشفنا انه ما شاء الله في اعمار على 4 سنوات يتابعونا، فالتفاعل جدا جميل من قبل الاطفال. ما شاء الله. طيب بالنسبة للشركاء الاستراتيجيين اللي شاركون معاكم في هذا المهرجان استاذة مريم، بالنسبة ايضا للرعاة اللي رعوا معاكم هذا المهرجان حتى يكون هذه السنة بهذا الطابع الجميل والمختلف عن السنوات السابقة. طبعا من خلال شاشتكم الكريمة أوجه كل الشكر والتقدير للداعمين والمشاركين معنا في هذا المهرجان. الداعمين طبعا قدموا لنا هدايا للأطفال عبارة عن كوبونات دخول، أوجه الشكر والتقدير إلى حدائق المنتزه، حدائق دبي باركس، قرية الشعب بإمارة الشارقة، ففعلا أوجه لهم كل الشكر والتقدير على تفاعلهم معنا ودورهم ضمن المسؤولين المجتمعية بتقديم الهدايا للأطفال خلال فترة المهرجان. جميل، أيضا أتوقع من خلال هذه المساهمات والمشاركات يعني اليوم الحمد لله هذا المهرجان يأتي هذه السنة يمكن بطابع جديد وإضافة مميزة، فالدورة التاسعة هذه أستاذة مريم ماذا تختلف عن الدورات السابقة وبماذا تميزتم؟ هي مختلفة من خلال هذه المنصات اليوم اللي أو منصة زوم اللي تقدمون من خلالها البرنامج، ولكن ما المميز هذه السنة في المهرجان؟ ما الذي أتيتم فيه جديد أيضا حتى يتم استقطاب هذه الفئات بطريقة أكثر وتوجيه لهم الأهداف أيضا بطريقة مختلفة عن السنوات السابقة؟ فعلا مهرجاننا كالعادة في كل سنة يقدم العديد من البرامج والورش، لكن هاي السنة تعاون المؤسسات الحكومية كان فعلا تعاون جدا كبير ساهم في إنجاح برامجنا وفعالياتنا. الجديد كذلك التعاون مع جمعية الإمارات للتصوير الضوئي في طرح مسابقة بعنوان الحمرية بعدساتكم،
تم طرح هذه المسابقة عبر قنوات التواصل الاجتماعي ومنصة دائرة الخدمات الاجتماعية وجمعية الإمارات للتصوير الضوئي، وما الشروط محددة ومعايير وضعتها جمعية الإمارات للتصوير الضوئي. اليوم كان هو اليوم الختامي لاستقبال جميع المشاركات، ما شاء الله تفاعل جدا كبير، واستقبلنا العديد من المشاركات سواء كانت من إمارة الشارقة أو من خارجها. جميل، يعني هذه مسابقة أيضا للتصوير، هذه إحدى الفعاليات والأنشطة المقدمة في المهرجان. يعني شروط هذه المسابقة أستاذة مريم، لو تحدثينا عن هذه المسابقة، واليوم كان اليوم النهائي في استقبال هذه يمكن المشاركات من الأطفال أو حتى بالنسبة للمنتسبين لهذا المهرجان، ومتى سوف يتم الإعلان عن النتيجة؟ طبعا حابة أنوه أن مهرجان كل سنة كان يستفيد منه العديد من الأسر، سواء الأسر جميع أفراد الأسرة، لكن هاي السنة لأن البرامج خصيناها بالأطفال حبينا نطرح مسابقة موازية للمهرجان بعنوان حمري بعد صوتكم، خلينا فيها التفاعل من جميع أفراد المجتمع من جميع إمارات الدولة. طبعا الشروط فنية وضعتها جمعية إمارات التصوير الضوئي، والأعمار متاحة للجميع يعني ومتاحة لجميع الجنسيات والأفراد في الدولة. سيتم الإعلان عن الفائزين خلال اليوم الختامي بإذن الله تاريخ 30 ديسمبر في الساعة 4 مساء. جميل، وأتوقع أن أيضا حتى المهرجان بشكل عام ينطلق عبر المنصات يوميا من الساعة كم للساعة كم أستاذة مريم؟ الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة مساء. جميل، من خلال تقديم 3 فقرات يوميا. نعم، هذه ال3 فقرات كيف يتم تقسيمها أستاذة مريم؟ نوع الأنشطة اللي يتم توزيعها خلال 10 أيام للمهرجان حتى يوم الأربعاء بإذن الله؟ تم توزيع العديد من البرامج الفنية والورش التثقيفية والتوعوية في الجانب الصحي أو الجانب التثقيفي، بالإضافة إلى الورش الفنية. يتم خلال 3 ساعات، كل ساعة برنامج يتخلله العديد من المسابقات والتفاعل مع مقدمي الورش. طبعا ورشنا ما كانت مقتصرة على مادة توعوية أو تثقيفية أو مادة ترفيهية، بالعكس تخللت كل البرامج فعاليات ومسابقات. كنا نحاول دائما أن احنا ندعم المعلومة بالمسابقة ونثبتها بالمسابقة ونحفزهم على استخدام المسابقات الإلكترونية مثل تطبيق كاهوت وكويز اللي فعلا فعلنا دورهم خلال البرامج. فكل برنامج كان يتخلله العديد من المسابقات والجوائز. هدفنا طبعا فيه تثبيت المعلومات اللي استفادوا منها خلال الورشه. جميل، حتى هذا يعني يذكرون المعلومات التي تم تقديمها في الورشه، والجميل ان ايضا استخدمها كويز صغير. جميل، وايضا استاذه مريم كما ذكرتي بعض التطبيقات نفس او بعض المواقع اللي تساعد، هي مواقع تعليميه مثل كاهوت وغيرها، هذه ايضا تستخدم في المدارس بالنسبه للطلبه، فايضا انتم تستخدمونها ايضا في مثل هذه الفعاليات والانشطه، وايضا هذا المهرجان اتى تزامنا مع العطله الدراسيه، فاتوقع يتم استهداف الاطفال بطريقه جدا جميله، وايضا احتوائهم في هذه الفتره وتوجيه هذه الهوايات والانشطه، فكيف ايضا ارتأيتم او رايتم تفاعل الاطفال من خلال هذه المنصات استاذه مريم؟ ايضا دائما هم الاطفال كل ما استمتعوا في الانشطه المقدمه كل ما طلبوا بزياده الوقت بالنسبه لهذه الانشطه والفعاليات، فكيف ايضا كانت ردود افعالهم؟ ما شاء الله ردود الأفعال جدا جميلة وتفاعلهم اليومي، ما أخفي عليك أختي مريم أن يوميا تقريبا نفس الوجوه ثابتين عندنا، نفسي يعني يوميا هم يعني ما يتغيرون ويزيدون، بس هم ما يتغيرون يعني مترقبين يوميا لبرامجنا وورشنا، تفاعل جدا جميل معهم، حفظنا أسماهم من كثر ما هم يوميا معنا، ما شاء الله عليهم يوميا يشاركون في المسابقات ويبدعون معنا ويساهمون في التفاعل مع مقدمي الورش، تفاعلهم جدا جميل فعلا. يعني عام 2020 بالإضافة إلى التحديات اللي عشناها في فائدة استخدام مثل هذه التقنيات. جميل فعلا، وأيضا يعني الأطفال ما شاء الله عليهم مبدعين في مجال التكنولوجيا، وهذا ايضا يعطيهم اضافه جميله، نعم اضافه جميله لممارسه التكنولوجيا بالطريقه الصحيحه،
وايضا استغلال فيها الاوقات استاذه مريم، كونهم ايضا الان في عطله دراسيه فيستخدمون ايضا التكنولوجيا مع مزاوله هذه الهوايات، فبالتالي يتم توجيه الطفل بالطريقه الصحيحه. طبعا الجميل ايضا استاذه مريم ان المهرجان مستمر لحد نهايه الاسبوع، لكن هل يستطيع ايضا ممكن احد الاطفال الجدد الانتساب الى المهرجان ام الاكتفاء بالاعداد السابقه التي انتسبت الى المهرجان؟ طبعا المجال مفتوح لجميع الأطفال، ما خصينا المهرجان بالتسجيل يوميا، اللي حاب يدخل حياه الله معانا، ما عندنا مشكلة. تعرفين إجازة شتوية، وطبعا يمكن الناس طالعة وما تكون متواجدة دائما، فما ما ركزنا على موضوع التسجيل. المجال مفتوح يوميا، الدخول يعني في بعض الأفراد أو المشاركين ثابتين وبعضهم متغيرين. وحابة أنوه كذلك أن أطفالنا تم طرح لهم عدد 3 مسابقات بجوائز جدا قيمة، عبارة عن أجهزة لوحية وكذلك هواتف ذكية. تم طرح للأطفال المشاركين 3 مسابقات بالتعاون مع العديد من المؤسسات، مثل مؤسسة فن ومؤسسة هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف. تم طرح 3 مسابقات، مسابقة بعنوان أجمل صورة، ومسابقة بعنوان أجمل فيديو، ومسابقة لون في حب الشارقة. التفاعل جدا جميل من الأطفال، استقبلنا العديد من المشاركات، وسيتم الإعلان كذلك عن الفائزين في هاي المسابقات في تاريخ 30 ديسمبر في اليوم الختامي. يعني جميل، ليس فقط الاكتفاء بأيضا مسابقة تصوير اللي هي الحمرية بعدساتكم، إنما أيضا هناك مسابقات أخرى تقدم فيها هدايا جميلة للأطفال، فهذا تحميس أيضا للأطفال وتشجيع لهم لمشاركتهم في هذا المهرجان. لكن أستاذة مريم اليوم كنكم قد نعم تفضلي تفضلي أستاذة مريم. أنا وإن ورشنا مسابقات الورش جاءت بعد تقديم ورشة مختصة في المسابقة، مثال مثل مسابقة أجمل صورة، تم استضافة الأخوات في مؤسسة فن لتطبيق عملي في أحد التطبيقات التكنولوجية، وتم إعطائهم نبذة عن هاي البرامج وطريقة استخدامها، ومن خلالها تم طرح المسابقة. يعني إحنا ما طرحنا مسابقة بشكل عام، لا، طرحنا مسابقة بعد تقديم ورشة فيها جميع آلية استخدام البرامج التطبيقية. جميل، يعني يتم تهيئة الطفل ثم طرح المسابقة للأطفال، بحيث أيضا جميل أن أيضا يتم توجيه الأطفال بطريقة جميلة وثم إدراجهم في هذه المسابقة حتى يأخذ الطفل حقه أيضا ويتمكن في تقديم طرحه. طيب بالنسبة أستاذة مريم، تابعت الأطفال منذ انطلاق هذا المهرجان، اليوم أطفالنا ممكنين حقيقة، سواء كان تعليميا ثقافيا اجتماعيا، الطفل أصبح ذكي بطريقة جدا رهيبة، واليوم أطفالنا نحن نفتخر فيهم بهذا الجهد الجميل الذي يقدم سواء من الحكومة من الأسرة، هي الدعم الأول المجتمع. الطفل خصوصا يمكن في إمارة الشارقة يقدم لها الدعم من جميع الجهات، فكيف شفتي طاقات الأطفال والمهارات الجميلة تميز فيها الأطفال من خلال هذه المنصة ومن خلال تفاعلهم أيضا، وأيضا من خلال مقدمي الدورات بالمقابل أيضا أكيد عندهم بعض الملاحظات الجميلة بالنسبة للأطفال؟ ما أخفي عليك أختي مريم، المقدمين الورش من بحرين فعلا بمجموعة الأطفال المشاركين معنا طاقات مبدعة ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم في أي ورشة في أي برنامج يبرزون تفاعلهم الجميل وطاقاتهم وإمكانياتهم، تفاعلهم جدا جميل، والأطفال الصراحة المشاركين معنا فئة جدا مميزة. وفعلا مثل هاي البرامج انا اللي اكتشفت ان ما تطمن الاطفال اللي يدخلون معانا هاي البرامج دائما تكون فئه اطفال مميزه. ما شاء الله. طبعا يعني اليوم استاذة مريم نشوف الشراكة المجتمعية هي جدا جميلة من المؤسسات والدوائر إلى مختلف فئات المجتمع، فاليوم مثل هذا المهرجان استاذة مريم وأخذ يعني شوط طويل، اليوم نصل إلى النسخة 9، فبالتالي اليوم الجهات تقدم سواء كان من الخدمات الاجتماعية أو حتى من مختلف جهات المجتمع مترابطة مع الأسرة لتمكين الطفل. اليوم نتحدث خصيصا عن الطفل بما أن اليوم هذا المهرجان مخصص للطفل، فبالتالي اليوم ما أهمية تكاتف المجتمع سواء كان من الدوائر، يكون هناك حس المسؤولية موجود، تكاتف الأسرة أيضا وتواصل أولياء الأمور معكم للوصول للأهداف، ما أهمية هذه الشراكات أستاذة مريم؟
طبعا تفاعل المؤسسات الحكومية كان جدا جميل معنا في إبراز ما تقدمه هذه المؤسسات من برامج. فعلا نحن اتحدنا اليوم تحت مظلة مهرجان الحمرية التاسع للطفل، وعرفنا الأطفال بالعديد من المؤسسات اللي قدمت لنا العديد من البرامج والورش في المجال التوعوي الصحي، المجال التثقيفي، المجال التكنولوجي. المساهمة كانت جدا فعالة معهم، وطبعا إمارة الشارقة ومؤسسات إمارة الشارقة غنية عن التعريف في هذا الموضوع، الكل سباق أن يشارك ويقدم المميز والمفيد للطفل. نعم. طيب أستاذة مريم، يعني ما شاء الله اليوم الأطفال مثل ما ذكرتي يعني الجميع يقدم اليوم بما يعني يملكه من خدمات لهذا الطفل، سواء كان في إمارة الشارقة أو دولة الإمارات نعم. بشكل عام. نعم، فهذا المهرجان هي إحدى نعم. المبادرات من الخدمات الاجتماعية. برامجكم القادمة أيضا المقدمة أستاذة مريم سواء كانت للطفل أو حتى لمختلف فئات المجتمع، ودائما الخدمات الاجتماعية هي سباقة حقيقة بالفعاليات المميزة التي تخدم كل فئات المجتمع، يعني لا تقتصر على فئة معينة أو عمر معين، إنما لجميع فئات المجتمع. فالبرامج المستقبلية القادمة بإذن الله والفعاليات والأنشطة للمجتمع. طبعا نحن دائرة الخدمات الاجتماعية، وبالتحديد في قسم خدمة المجتمع بدائرة الخدمات الاجتماعية بفرع الحمرية، نقدم العديد من البرامج للطفل على مدار العام. البرامج التثقيفية اللي مستمرة على مدار العام، التثقيفية اللي خاصة بغرس القيم الأخلاق النبيلة، والبرامج التوعوية، بالإضافة إلى المعسكرات اللي تقام خلال فترة عطلات المدارس، وبالإضافة العديد من البرامج التي إن شاء الله ستقدم خلال عام 2021 لكل فئات المجتمع سواء الأطفال أو الشباب. نعم طبعا، يعني في نهاية هذا الحوار أستاذة مريم، يمكن كلمة أخيرة حابة تقدمينها لكل من يتابعنا اليوم سواء كان من أهالي الأطفال المنتسبين لهذا المهرجان، بالنسبة للأطفال اللي ما شاركوا وباب الاشتراك أيضا مفتوح في هذا المهرجان، كلمة أخيرة منك أستاذة مريم لكل من يتابعنا في هذا المساء. حابة أشكر جميع المشاركين معنا والمؤسسات الحكومية والداعمين على تفاعلهم الجميل في مهرجان الحمرية التاسع للطفل، وأدعو جميع الأطفال اللي لين الحين ما دخلوا علينا ولا شافوا مهرجاننا باقي يوم واحد يتفضلون ويزورونا في المهرجان، تترياهم العديد من الجوائز القيمة والمسابقات الجميلة والورش التوعوية والتثقيفية والترفيهية. طبعا حابة أدعو الجمهور كذلك إلى زيارة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بدائرة خدمات الاجتماعية للتعرف أكثر على ما تقدمه الدائرة من جهود جبارة في خدمة المجتمع. يعطيك العافية أستاذة مريم، كل الشكر الله لك على يعافيك. وجودك اليوم معنا في هذا المساء وهذه الجهود المقدمة حقيقة من خلال هذا المهرجان للأطفال، وأكيد إدخال السعادة في نفوس الأطفال هذا بحد ذاته سعادة بالنسبة لنا. فالأستاذة مريم الحوسني نائب المنسق العام لمهرجان الحمرية الافتراضي التاسع للطفل، شكرا لك على وجودك معنا في هذا المساء، وبالتوفيق بإذن الله في الأيام القادمة في هذا المهرجان وفي البرامج الأخرى المقدمة للمجتمع. شكرا لك. شكرا جزيلا.